طيب اوكي، انا معايا اتصال تليفوني من استاذ اشرف من اسكندريه. اتفضل يا استاذ اشرف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله السلام. وبركاته. اهلا بحضرتك، اتفضل. عليك كلام الشيخ نعم. مع يا اهلا حضرتك. وسهلا استاذ اشرف، اتفضل اسمعك. السلام عليكم يا شيخ مبارك. اتفضل. بقول لك الكارد ده، الكارد ده فيه ربا ولا ايه؟ قرض، صعب الكارد ده كده حرام؟ قرض يعني. انا هنقول على سبيل المثال، انت دلوقتي هتاخد قرض 10000 جنيه، هتردهم 10000 بس أكيد. لا لا، ولا في فائدة؟ الكارد بيبقى فيه فائدة. هو زيادة، بحكي عن زيادة. لا. زيادة وكده ربا طب طبعا. عند حضرتك أسئلة تانية؟ ايه ده، معيش كده تانية. اتفضل. بقول لك حضرتك بس عايز اكلمك بعد البرنامج بس. ايه؟ نعم؟ بعد البرنامج بس كلميني بس، عايز حاجة. احنا انا احنا مش سامعين كويس، يا ريت الكنترول يقول لي هو بيقول ايه. طيب انا اشكرك على اتصالك يا استاذ اشرف. هنجاوب على سؤال استاذ اشرف. القرض كل قرض جر نفعا فهو ربا. يعني انا هستلف 10000 جنيه، هردهم 15 هردهم مثلا. 15، هردهم 10000 وجنيه، الجنيه زي المليون في الربا، فهذا هو الربا المحرم والله اعلم. الحل ايه؟ ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. طب لو حد عايز يعمل مشروع او ده مش مبرر. المبرر او الاضطرار الذي يبيح للمسلم ان يقترض بالربا أو أن يأكل من الربا في حالتين اثنين فقط. الحالة الأولى إن هو الراجل ده يوصل لحالة من الجوع ومن قلة الحيلة، لا حد بيسلفه ولا حد بيقرضه قرض حسن ولا عنده أي مصدر، وهيموت من الجوع وأولاده. في الحالة ديت يعني فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. واحد ما عندوش بيت ومهدد إن هو وأولاده دلوقتي يطلعوا، صاحب الشقة أو المؤجر هيرميهم في الشارع خلاص، وليس عندهم مال يكفي لشراء مسكن. في الحالة دي يجوز له أن يقترض بالربا ولا إثم عليه، لأنه مضطر ليشتري مسكنا له ولأولاده. غير كده ما فيش مبرر للتعامل بالربا في شريعة الإسلام.